تعالوا بقى نكمل سلسلة أخبارنا مع كل حضراتكم. النهاردة إن شاء الله هتبتدي فعاليات مهرجان التميز الرياضي في الأقصر برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وكمان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، تحت شعار نحو شباب أفضل. ده هيتم في إطار احتفالات محافظة الأقصر بالعيد القومي، والمهرجان ده ضمن المشروع القومي للياقة البدنية لاكتشاف المتميزين رياضيا من طلاب الجامعات المصرية. طبعا النقطة دي في حد ذاتها حاجة في منتهى الأهمية وحاجة مطلوبة جدا، ونقدر نعتبرها كده زي ما بيقولوا بالبلدي معمل تفريخ لإنتاج مجموعة جديدة من نجوم ومن أبطال رياضات يعني مختلفة من المصريين ومن المصريات. طبعا المبادرة زي ما قلت لكم ضمن هتكون، أو هذه الفعالية هتكون ضمن مبادرة تكون متميزا بمشاركة ما يقارب من 600 طالب وطالبة وأعضاء هيئة التدريس، وهتتلعب كل الفعاليات بتاعتها على ملاعب المدينة الشبابية في مدينة الطود، حيث يتنافس المشاركين في عدد من الألعاب المختلفة منها كرة القدم، كرة السلة، تنس الطاولة، مصارعة الزراعين، الكرة الطايرة، بالإضافة طبعا إلى بعض الألعاب الترويحية الأخرى. طيب إحنا لسه برضو مع وزارة الشباب والرياضة، امبارح كان يوم الشباب الإفريقي، حرص برضو الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على توجيه كلمة لشباب هنا القارة السمراء بعدة لغات، مقدما لهم التهنئة بمناسبة يومهم واللي بيحتفل به الشباب الإفريقي في الأول من نوفمبر منذ إقرار ميثاق الشباب الإفريقي، ده كان عام 2006. أكد في كلمته سيادة الوزير أن القيادة السياسية في مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتهتم بدعم وتأهيل الشباب الإفريقي من خلال المنح التأهيلية اللي بتقدمها مصر، بالإضافة لمنح الفنية المتخصصة اللي بتقدمها الهيئات والوزارات المصرية، بما هيساهم في فتح هنا أفاق التنمية ونقل الخبرات والثقافات في مختلف المجالات والتخصصات.